ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنتكلم على مكونات كرتونة رمضان، بسبب ان في ناس كتير بتعمل كرتونة رمضان تيجي افتحيها تلاقي ملهاش اي 30 لازمة الصراحة. فهحاول اقول لكم بس على فكرة كرتونة رمضان بتبقى عاملة ازاي او مكوناتها ايه، علشان لما تروح لحد يستفاد منها استفادة صح، ويبقى هو ده هدف الكرتونة. فكرة كرتونة رمضان يا جماعة، اني لما انا هودي كرتونة رمضان لحد، فانا بوفر عليه مثلا اكل 3 4 ايام مثلا في رمضان، فانا بشيل من على كتفه عبء لاكله مثلا كام يوم. فلما نحط حاجة في الكرتونة لازم اللي هي هتكفي اكله ده. في ناس بتعمل الكرتونة دي لكن بصراحة ما بتبقاش حلوة، لكن بتبقى بسبب ان هو بيروح مثلا للمحل يقول له انا عايز مثلا 30 كرتونة رمضان، الكرتونة مثلا هتعمل كام كذا، اوكي، فبيتفق على السعر ويمشي، وبعد كده يجي يستلم الكرتونة. الراجل هو اللي بيعمل الكرتونة، صاحب الشأن ما يبقاش عارف فيها ايه. في ناس كده حقيقي، لانها ما بتبقاش فاضية اصلا تشوف ايه اللي جوه. فصاحب المحل يجي بقى ايه، هيطلع الحاجة اللي عنده او الحاجة اللي غالية، فيبقى في ناس كده ما عندهاش ضمير شوية. فلازما لما نيجي نعمل كرتونة رمضان لازما احنا اللي نبقى واقفين عليها، او لو احنا مش فاضيين هنديله ورقة بالحاجة اللي احنا عايزينها، مش مهم النوع. مثلا مكرونة حوا مش تفرق، حوا من الملكة، لكن بس يا ريت يكون حاجات نظيفة، عشان في حاجات بجد بأمانة ملهاش اي لازمة، حرام يعني يبقى جودتها قليلة قوي. فاحنا كده بنقل من الناس اللي احنا بنودي لها كرتونة رمضان. فحاولوا تكتبوا لهم ورقة بالاصناف اللي انتوا عايزينها وبالعدد اللي انتوا عايزينه، يبقى انتوا كده عارفين الحاجة اللي انتوا مودينها تبقى ليها قيمة، والراجل او الست اللي هياخد الكرتونة دي يستفاد منها هو وعياله. فيلا بسرعة كده عشان ما اطولش عليكم، هقول لكم ايه هي مكونات الكرتونة. بس اهم حاجة، الفيديو ده محتاجة بجد منكم شير كتير قوي عشان الناس بجد تستفاد، ولايك للفيديو، وكمان عايزاكم تشتركوا بالقناة لو انتوا اول مرة تشرفوني على القناة، وتدوسوا على الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. يلا بقى نشوف الكرتونة مكوناتها ايه. بصوا يا جماعة، اول حاجة وهنقولها من اساسيات الكرتونة دي، هنقول زيت. الزيت اليومين دول غالي جدا، فحاولوا تحطوا مثلا اتنين صغيرة زي دي او واحدة كبيرة. الزيت مهم جدا طبعا في الاكل، محدش بيعرف او يقدر يستغنى عن الزيت. طبعا في رمضان بنقل كتير، سواء بقى اي حاجة بقى بنيه بتاع ايا كان، فالزيت مهم وغالي اليومين دول. فحاولوا توفروا ازازتين زيت لو تقدروا تعملوا كرتونة كويسة يعني. فالزيت من اولويات الكرتونة. ايه تاني؟ السمنة. لو كيس زي ده مش هيخسر بصراحة يعني، حلو كيس اهو، هيوفر على صاحب البيت ده او اللي رايحاله الكرتونة، هيوفر عليه برضو حمل على كتافه. فيعني السمنة برضو مهمة، مش كل الاكل هيتعمل بزيت، فهنوفر لهم سمنة وزيت، ومش كل الناس تقدر تشتري سمنة بلدي، فاحنا هنوفر لهم حاجة زي كده حلوة وهتوفر عليهم. يبقى احنا كده قلنا السمنة الزيت والسمنة، كده خلاص خلصنا من الزيت والسمنة. هندخل في السكر والشاي. السكر والشاي حاولوا توفروا في الكرتونة دي سكر وشاي برضو، والله هتوفر عليهم حاجات كتير. يبقى خلاص كده زيت سمنة سكر وشاي. نيجي بقى على الحاجات التانية برضو مهمة جدا، وركزوا فيها قوي علشان بتفرق. بعد كده يا جماعة مثلا الرز. الرز مش هقول لكم طبعا مهم، الرز وهاتوا شعرية جنبها مش هتخسروا حاجة. طالما هتحطي رز حطي شعرية علشان يبقى انت كملت من المكرونة اللي كل الناس بتحتاجها، زي الاسباجيتي، زي المكرونة الصغيرة دي، مكرونة قلم زي دي. فدي من الاساسيات يعني، دي من اهم الحاجات اللي في الكرتونه. فحاولوا مثلا مكرونات زي دي حطوا كيس من كل صنف، يعني كيس من كل نوع او كيسين على حسب مقدره اللي بيعمل الكرتونه، عشان بس ما اسمعش تعليقات جميله بتجيلي فيقول لك هنحط لهم كل حاجه ولا ايه، فعادي. فحاولوا توفروا للناس دي اكله كامله. الحاجات المهمة جدا 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 في كرتونة رمضان
اهم حاجة حطوها كده تحت خط احمر، العلافة. العلافة مهمة جدا يا جماعة. هتعملوا كرتونة رمضان ما ينفعش تودوها من غير علافة. ما انت بتوفر له اكل، فين الاكل بكده؟ مكرونة بس ما ينفعش. ما تنسوش تعملوا مع المكرونة او تحطوا مع المكرونة بطرمان صلصة برضو. يبقى انت كده ايه، مثلا اللي هيعمل مكرونة وصلصة يبقى انت وديت له المكرونة ووديت له الصلصة، فانت وفرت له اكلة كاملة. طيب بالنسبة للعلافة هتحط مثلا ده مثلا توم، انت بقى على حسب امكانياتك هتحط ربع او تمن، حط فاصوليا بيضه، حط لوبيا، حط عدس اصفر. فوفروا للناس دي اكله كامله. الفكره بقى اللي بقول لكم عليها، مثلا انتوا حطيتوا فاصوليا بيضه زي دي، اللي هيعمل فاصوليا بيضه هيعملها ازاي؟ حط له الصلصه وحط له الرز والشعريه، يبقى انت كده فعلا وفرت له اكله كامله، وجبه وجبة كاملة. يبقى انت، يبقى هو مش محتاج حاجة، هيفتح الكرتونة هيلاقي وجبة كاملة عنده. يبقى انت مثلا مش وديت له حاجة وهيروح يشتري حاجة تانية، طب ليه؟ انت وفر له حاجة كاملة. فانت مثلا هتحطي او انت هتحطي فاصوليا بيضة، هتحطي رز، هتحطي شعرية، طبعا محتاجين سمنة وسك سمنة وزيت، فعلى حسب اللي بيستخدم. حط لهم عدس مثلا بالجبة زي ده، علشان مثلا لو يوم هيعملوا كشري هيبقى فيه انت اصلا حاطط رز وحاطط شعرية وحاطط مكرونة وحاطط عدس بجبة، يبقى انت كده برضو وفرت له وجبة كمان. من الحاجات برضو يعني حاولوا تحطوها الملح، ده مش هي دي، حطوا الملح. طبعا الملح من اساسيات الكرتونة. اللي انا بقول لكم عليه حاولوا تحطوه بجد، هيفرق مع الناس دي جدا جدا. شوية فلفل اسود على حبة كمون، لا بجد يعني هتبقى انت وفرت عليه حاجات كتير جدا. يبقى انت يعني اكلته كذا يوم فعلا، مش تحط لنا حاجات غريبة في الشنطة. يجي يفتح، ماشي انا عندي فاصوليا بس انا ما عنديش رز. فانت حاول او حاولي توفروا لهم اكلة كاملة. فكروا كده لو انتوا مثلا بتعملوا اكلة هتحتاجوا ايه وايه وايه، هي دي اللي حطوها في الكرتونة. فاحنا بنحاول نساعد الناس مش اكتر. فطبعا بيبقى كل كرتونة على حسب امكانيات صاحبها. انت مثلا حاطط رينج مثلا 100 جنيه على الكرتونة، حاول توظف ال 100 جنيه دي صح علشان اللي يستفاد يستفاد صح. فما تنسوش لو سمحتوا الملح والفلفل والكمون، يعني ربنا هيجازيكوا طبعا. وطبعا البلح، البلح برضو من اساسيات ال، مش هقول اساسيات، من مكونات الكرتونة. عايز تحط بلح حط، بس ايه فكرة البلح، اللي هيفطر هيفطر اول حاجة بلح، يبقى انت كده فطرت صائم. ده من وجهة نظر يعني، مش اي حاجة تاني. فانت لما تحط بلح انت كده بتوفر له كل حاجة. فيا جماعة بجد حاولوا لما تعملوا كرتونة اعملوها صح. بس كده دي كانت افكار بسيطة. طبعا لو في حد بيعمل كرتونة رمضان وعنده حاجة انا ما قلتهاش، يا ريت تقوله في الكومنتات تحت، علشان اللي دخل يشوف الفيديو ويشوف الكومنتات يستفيد اكتر، علشان لو في حاجة وقعت مني يبقى واخد الفكرة كاملة مني ومنكم ان شاء الله. فبس كده يا جماعة زي ما قلت لكم، زيت وسمنة والمكرونات بأشكالها ورز وشعرية، لسان عصفور، العلافة يا جماعة مش هقول لكم، يعني حطوا العلافة ما تحطوش سمنة وزيت، يعني فاهمين لدرجة ايه. العلافة مهمة جدا، حطوا فاصوليا، حطوا لوبيا، حطوا عدس، حطوا عدس بجبة، حطوا الحاجات دي. الحاجات دي مش هقول لكم رخيصة، مش هقول لكم غالية، بس بتنفع الناس دي. والسكر والشاي برضو، يعني يبقى انتوا كده كتر خيركم قوي بصراحة. بس كده يا رب بس يكون الفيديو عجبكم، يبقى خفيف وسريع عليكم. بس عايزاكم بجد بجد طلب الفيديو ده شيروه لكل الناس، علشان بجد هو ده اللي احنا دلوقتي يومين الناس ما بتعمل كرتونة، فالناس تعملها صح. وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتدوسوا على لايك للفيديو ده من فضلكم. بس كده، ورمضان كريم يا رب يبقى كريم على الناس كلها. وخلاص كده انا متهيألي ان شاء الله ما اكونش نسيت حاجة. وبس كده، يلا سلام.